عسلامة ومرحبا بكم في اليوم الأول من اللقاءات التلفزية لمترشحي الانتخابات المحلية. مرحبا بكم في فضاء نادي الأعلام الشبابي دار شباب المساجد. معكم سلامة عبيبي في التقديم، ونحضر معنا المترشحين بدائرة مساكن، واللي في 3 دقائق باش يعرفونا برواحهم، برامجهم الانتخابية، رؤيتهم لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، وفي الأخير كلمة حرة لكل مترشح. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. ماهر مجدوب، مترشح المجالس المحلية دائرة مساكن عمارة الجديدية. برنامج الانتخابي متاعي إن شاء الله باش يتمثل في عدة نقاط ومحاور هامة جدا. أولها عندنا البنية التحتية، فما زاد في بخص الصحة، التعليم، وبعض نقاط مهمة في كما في صريش، عندنا شبكة التطهير ناقصة، عندنا تعبئة بعض الطرقات، عندنا زاد مركز تكوين في شارع البيئة، عندنا مدرسة ابتدائية في صريش، عندنا بعض نقاط إن شاء الله في برنامجنا واتصالنا المباشر مع الأهالي إن شاء الله نزيد نأكدوا عليهم إن شاء الله في برنامجنا القادم. بالنسبة للصحة، المستشفى الجهوي اللي هو صنف A إن شاء الله باش يكون صنف B، يلزمه إضافة عدة أقسام أخرى في العيادات الخارجية كما قسم طب القلب والأمراض الصدرية. عندنا زاد الاستعجال يلزم تعزيزه أكثر. في مخص التعليم، مدرسة ابتدائية في صريش مؤسسة يلزم إحداثها، لأنه المشروع نتاعها موجود، تنقص الاكتظاظ على المدرسة بالعمادة نتاعنا اللي هي مدرسة التحرير. عندنا زاد تعبير بعض الطرقات الحقيقة يلزمها عناية أكثر، الطريق الرئيسي اللي هو يؤدي حتى نهج طيب حشيشة، عندنا شارع البيئة، عندنا زاد في جهة صريش، وإن شاء الله بحول الله معناتها ناويين في ديما نتحدثوا على المشاريع نتاعنا اللي ركزناها في برنامجنا الانتخابي. بالنسبة للشباب زاد ولينا عناية هامة بالنسبة للشباب اللي هو ركيزة هامة في المجتمع، وإن شاء الله بالاتصال معهم المباشر لإيجاد عدة أفكار ومشاريع وبرامج اللي هما تخص المهمة في جميع المجالات، في الثقافة، في التعليم، في الصحة، في كله. إن شاء الله نشجعوا دور الشباب وديما يكون فاعل في المسيره الاقتصاديه والتنمويه ككل، وان شاء الله هذاك هو برنامجنا، هذاك المتواصلين به. وبالنسبه نحث الناخبين يمشيوا ينتخبوا في الموعد الانتخابي القريب اللي يكون ان شاء الله يتحدد موعده قريب جدا، ويراو منا كل خير ونكونوا في المستوى اللي مناط لنا احنا، وربي يوفقنا لما فيه الخير ان شاء الله، وربي معنا وربي مع كل المترشحين وصالح بلادنا ان شاء الله.